ولد عبد السلام مقبول أحمد الهادي في عام 1952 في قرية المقوع شمال مدينة الأحمدي في الكويت. عمل رساما للكاريكاتير على الصفحة الأخيرة في الصحف الكويتية التالية على التوالي: الوطن، السياسة، القبس وجريدة الأنباء. هو حاصل على العديد من الجوائز العالمية والعربية والمحلية وشهادات التقدير لأعماله الإبداعية في الكاريكاتير والفن التشكيلي وتصميم الشعارات والبوسترات والديكورات المسرحية والتلفزيونية والكتابات الصحفية. لديه 4 أبناء وهم الفنانة هيا عبد السلام، هي ممثلة ومخرجة، ولولوة مخرجة، وناصر وفيصل. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.